هذا وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله برقية تعزية ومواساه من فخامة الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الاسلامية الشقيقة وذلك بوفاة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رحمه الله وعبر الرئيس الباكستاني في البرقية عن خالص تعازيه ومواساته لجلالة الملك المفدى دعين الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته